صناع النجاح. إعداد مشاعل القاسمية، إخراج جلال الخويطري. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح، النجاح، النجاح. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسوادنا نرقى للمجد لا للصعب لا للمحن. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصعب لا للمحن. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح. سلطان بن حمد بن سعيد العامري، مواليد 69، مدينة بركة. درست في مدارس بركة الابتدائية، نشأت فيها. من نعومة أظافري أنا كنت دائما أتساءل، أشوف في السبعينات والثمانينات إنه في كان الكثير من يعني المنتجات اللي نحن نستهلكها منتجات هي ليست من فكر يعني عماني أو عربي. كانت عندي الملاحظة هذه يعني قوية جدا، إن ليش إحنا السيارات اللي نحن نسوقها، استهلاكاتنا اليومية، حتى المنازل اللي إحنا نسكنها، ليش هي كلها أفكار غربية؟ يعني ما فيها أي أفكار عربية أو ابتكارات أو اختراعات عربية أو حتى صناعة عربية. كنت أستغرب من هذا الشيء. في سن السابعة أذكر كان في خشبة على سطح بيتنا، نقدر نقول هذه كانت البداية، وهذا الكلام كان سنة تقريبا 76 أو 77. فرحت نحت الخشبة هذه على شكل سيف، عملتها مثل القالب، وكان في بطاريات لسيارات والدي، بطاريات قديمة على موقف في موقف السيارات. فكنت رحت وكسرت البطاريات هذه، أخذت منها النحاس، ثم بدأت تسخين النحاس هذا في المطبخ بأواني عادية في المطبخ، مطبخ البيت، وأركض على سطح البيت وأصبها في القالب اللي أنا عملته. صنعت يعني عدة سيوف، وكنت أنا أذكر ألعبها أنا وأبناء عمي وفي طفولتنا. في الثمانينات أو بداية الثمانينات يعني كنت أذكر في كثير من يعني الدفاتر في المدرسة أسجل فيها ابتكارات أو اختراعات. بعض الابتكارات هذه يمكن توصل بعضها إلى تقريبا يعني ممكن توصل إلى 200 ابتكار أو اختراع في الدفاتر القديمة. وكنت حتى مع الشرح الكامل إلها ما زلت أحتفظ بها. بعض الأفكار هذه في حاجة يسموها توارد الخواطر، وجدت أنه في الألفية نفذت كمنتجات تجارية، أغلبها طبعا لا، وإن شاء الله راح أبدأ أنفذها خطوة بخطوة. رسلني الوالد للدراسة، درست في البداية في الهند ثم في إنجلترا. في الهند في مدينة كوديكنال، وفي بريطانيا لندن تعلمت اللغة الإنجليزية وأيضا الفرنسية. أخذت دورات كمبيوتر في 87 أو 88، ذاك الوقت كان أنا أذكر يسمى كمبيوتر وانج، يعني وكان نادر جدا أن شخص يتعلم أو يأخذ دورة في الكمبيوتر. نرجع إلى سنة 86، أنا أذكر صنعت أيضا في الفترة الصيفية كان سيارة، ونشرت في جريدة عمان في 87 يناير 87، سيارة بطول جسمي، ذاك الوقت كان عمري تقريبا 15 سنة، وكنت ألعب بيها في مدينة بركة.
من المواقف المضحكة مرة واحدة وقفتني الشرطة وحجزوا السيارة لأن ما تحمل لوحة رقمية. اشتغلت كصبي ميكانيكي بدون راتب طبعا، فقط كانوا يعني يوفروا لنا الوجبة اللي هي وقت الظهر وقت الغداء، هذا هو كل أو هذا هو الراتب اللي أنا كنت أستلمه. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصعب لا للمحن. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصعب لا للمحن. بديت أدرب نفسي على أساس أن أنا أعرف السيارة من الصدام الأمامي للصدام الخلفي إيش تحتوي إيش. صرت خبير في بعد مضي تقريبا 4 إلى 5 سنوات من العمل هذا، صرت خبير في السيارة ومكونات السيارة الكاملة، يعني لدرجة أنه أنا ممكن يعني أوصف لكم السيارة برغي برغي أو قطعة قطعة من الصدام الأمامي للصدام الخلفي. إلى سنة 98، في سنة 98 طلعت من وادي الكبير واتجهت إلى، أذكر شخص اسمه كان أنور البلوشي، كان عنده محل صياغة فضة في مطرح، اشتغلت عنده تقريبا لمدة 6 سنوات، وكنت أدرب نفسي إن أنا أتعلم كيف صياغة الخواتم أو الحلي القطع الفضة أو الذهب. في 99 كونت شركة نور مجان، اللي هي نرجع الأفكار اللي كانت عندي من الطفولة، اللي هو تكوين شركة تعمل في مجال الابتكار الاختراع وترجمتها كواقع ملموس في السوق العماني، انطلاقا من السوق العماني إلى العربي ثم إلى العالمي. بدأت في تكوين شركة نور مجان. أنا رجل طبعا عصامي، ممكن يندهش يعني المستمع أن نور مجان اللي يسمع عنها حاليا أول ماركة عربية في مجال الساعات، وحاليا نحن طبعا نبني مصنع سيارات في عمان. نور مجان كانت انطلاقتها في سنة 99 من رأس مال 600 ريال عماني. في 99 أنا أذكر كنت متزوج ذاك الوقت، أعمل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 ليلا. كان عندي محل، أول محل في مجمع العريمي، حاليا طبعا نحن عندنا 5 أفرع في سلطنة عمان وفرع في البحرين، وحاليا ننشئ فرع أيضا في الكويت. الساعة 10 في الليل كنت مستأجر أيضا محل صغير ورشة في الوادي الكبير، أروح إلى الوادي الكبير هناك وأبتدي أنا أنحت الساعات. كل الساعات نور مجان اللي يشوفوها أو يقتنوها الأخوة هي عبارة عن مش فقط تصميم، لا، هي الصناعة الأولية، المنتج الأول اللي هو أو الساعة الاختبارية هي من صناعتي يعني بنفسي، ثم بعد ذلك نعمل لها قوالب. استمريت في سنة 2007 بدأت بدراسة إنشاء مصنع سيارات في سلطنة عمان، فكرة طموحة جدا وفيها تحدي. التحدي هو مش المال فيها، لا، التحدي الأكبر هو يكون تفهم المسؤول أو تفهم صاحب القرار لهذا النوع من الأعمال. في 2009 بعد مضي 9 أشهر من الدراسة، وجدت أن نحن ممكن نبني مصنع سيارات. في 2009 شهر 9 بدأنا بتصنيع أول سيارة عمانية خليجية عربية ذاتية التصنيع. ماضين في طريقنا، وإن شاء الله يا شباب
نلقاكم المرة القادمة بأول سيارة عمانية تمشي على الطريق في سنة 2019 بصورة تجارية ومن صنع وفكر عماني. شكرا جزيلا. صناع النجاح. كنتم مع برنامج صناع النجاح، إعداد مشاعل القاسمية، إخراج جلال الخويطري. صناع النجاح، النجاح، النجاح. صناع النجاح، النجاح، النجاح. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسوادنا نرقى للمجد لا للصبر لا للمحن. نحن شباب الغد بالهمة نبني عمان، بسواعدنا نرقى للمجد لا للصبر لا للمحن.